يعني تتحدثون وتعطون التغطية الكبرى لمطعم سبارو الذي قتل فيه 15 إسرائيليا، ولكن العملية الأولى كانت العملية الأولى التي دخلت فيها إلى سوبر ماركت كينج جورج. أنا اخترت مطعم سبارو. أنت اخترت المكان، لكن لم أدخل معه في الأيام قبلها. كنت أحسب في خلال مثلا ربع ساعة العدد الذي يرتاد هذا المطعم. المطعم هذا يرتاده أعداد كبيرة. طيب ما الذي دار بينك وبين الاستشهاد عز الدين المصري في المسافة؟ يعني صعب أن أصفه بكلمات. يعني لحظة تنفيذ العملية عرفته، طبعا هم غيروا شكله تماما الإخوة، يعني لم يذهب ملتحي، ذهب ببنطال جينز وكان يلبس طاقية. رغم ذلك أنا أريد أن أقول لك شيئا، أنني كنت أمشي مع شخص روحاني جدا. نعم. يعني وأنا إلى جانبه شعرت بهالة ربانية تحيطنا. نظر إلى عيني ونظرت إلى عينيه، قلت له لا إله إلا الله، وقال لي محمد رسول الله وابتسم. الآن أجرينا مقابلة اليوم مع والد ووالدة الاستشهاد عز الدين المصري، هذا الاستشهادي البطل الذي فجر نفسه في مطعم سوبارو في القدس. بعتز أحلامي تميمي، كمان بنعتز في ابني والله العظيم، برضه هي قامت واجبها المطلوب، وبرضه كمان رفعت راسي وكشكر الله، كل ما نشكر أحلامي تميمي اللي وصلت له المستوى الرفيع هذا. يعني ابننا اختار هالطريق ونصيبه الحمد لله يا خالتي، ومش ندمانين الحمد لله، من فضل الله هذا عز وافتخار له الحمد لله. شو بده احسن من هالمرتبة؟ هاي احسن مرتبة له يا خالتي، يعني عند رب. يعني لا تتخيل، انا كنت دائما في صراع فكري، هل هم راضون عني ام لا. كيف كانت احلام التميمي في هذه اللحظة تحديدا، لحظة التحقيق؟ نعم والله يعني لا تتخيل، كنت دائما أبتسم، لا أعلم لماذا ابتسامتي تغيظهم. القاضي الذي أصدر الحكم عليك أوصى بأن لا تشملك أي صفقة تبادل. أقول له قل موت بغيظك، أنا من خرجت وأنت الباقي في قهرك، فلتقهر وليزدك الله قهرًا.